ولعل عام السود من شوره مدامع ضار تسيل اهتزت السبع العليم بالخلق صار مطلع وقام الشبل يغسله والدمع من عينه اماليه مدد على المغتسل والماء جاء من السماء وبالطوب حسين جدايا مغسل بفيض الدمايا والجبل ساعات الثرى سيدي ومولاي يا أبا محمد أيها الإمام الرؤوف اللهم وارزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك ولا فرق الله بيننا وبينكم طرفة عينين أبدا السلام عليك سيدي ومولاي وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة معصومة سلام مني ما بقي وبقي الليل والنهار ورحمة الله وبركاته السلام عليك سيدي ومولاي يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك وعلى ابنتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء ورحمة الله وبركاته السلام على ساداتي ومواليه أئمة البقيع السلام على الحسن المجتبى السلام على علي بن الحسين السلام على محمد بن علي السلام على جعفر بن محمد السلام عليكم ساداتي ومواليه جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمامي هو إمام الإنس والجان مولاي الأمان 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 الغوث مؤتذرا
شاهرا للسيف مجردا ملبيا دعوة الداعي بالحاضر والباء لبيك يا صاحب الزمان. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليك. اللهم واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي. اللهم واجعلنا من خدام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل والسلام عليك وعلى آبائك الطاهرين.
ذلك المعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبق